بسم الله. ربنا زدنا من عطائك الكريم، أنعمت بزدنا يا كريم يا كريم يا كريم، وابعد عنا كل لئيم يا كريم. فبأي يا ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائن ومن استبرق وجنى الجنتين دان. قال أنا مش متكئ، ما أنا علامة طمأنينة وعلامة مجلس على كيف كيف كما يقول العامة. متكئين على فرش، برا شوف الفرش جمالها ونظامها وفخامتها وكل ما فما في الفرش هذيك، ما أنا مش حاجة سهلة، مش الفرش بتاعنا، فرش تكسب بالحرام ويقع فيه الحرام، نسأل الله السلامة. متكئين على فرش بطائنها بطن من استبرق وجنى الجنتين دان. استبرق هو نوع من الحرير. احنا عندنا في عالم الذكور في الإسلام لا نتمتع بالحرير، لأنه هو يكون سبب في بعدنا عن فحولتنا الروحية والعقلية والعلائقية والميدانية. أنا إذا كان ما يكونوش كما قال قريب خليفة الثاني عليه رضوان الله، أنا خشوشا فإن الحضارة لا تدوم. ما أروع من نصيحة. نعاود، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائن ومن استبرق والجنى الجنتين. نرجو إن شاء الله هل النعمة بي، فبأي آلاء ربكما تكذبان.